ناس كتيرة فاكرة إن الربا بس هو اللي أنا أسلفك فلوس واللي أنت ترد لي الفلوس بالزيادة. لا، ده في أنواع من الربا، هقولك إن شاء الله على 10 صور من الربا يجب الحذر منها. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا عند الفقهاء، لكن كتير من الناس ما يعرفش عنه حاجة. هذا الحديث في السنن وأصله في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، البر يعني القمح، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طبعا الشرح كتير على هذا الحديث، أنا حبيت بس أقول لك الخلاصة في اللي أنا أقول لك إن في 10 صور من الربا يجب اللي أنت تحذر من الوقوع فيها. أول صورة: شراء الذهب بالتقسيط، ده من الربا، ما ينفعش حضرتك تشتري ذهب بالتقسيط. إيه الدليل الحديث اللي قلته لك والشرح والكلام كتير اللي ورا هذا الحديث؟ 2، يبقى ما ينفعش تشتري ذهب بالتقسيط. 2، تبدل الذهب القديم بالجديد وتدفع الفرق، ده من الربا، لا يجوز. طب اعمل ايه؟ القديم تبيعه، تستلم الفلوس بايدك وبعد كده تشتري الجديد وتشتري اللي انت عايزه. الصورة الثالثة من صور الربا: شراء الفضة بالتقسيط، برضو ما ينفعش تشتري اي حاجة فضة بالتقسيط، لازم الفلوس تبقى يعني في نفس المجلس اللي انت بتشتري منه. 4 من صور الربا برضو زي ما قلنا في الذهب، بنقول ما ينفعش تبدل فضة قديمة فضة جديدة وتدفع الفرق. طب اعمل ايه؟ برضو تبيع اللي انت عايزه القديم، الفضة القديمة التعبانة دي، وتاخد الفلوس بايدك وتشتري بقى فضة، تشتري فاكهة، تشتري اللي انت عايزه، لكن تبديل ودفع الفرق ده من الربا. 5، شراء الذهب او الفضة ببطاقات الفيزا، اللي هي الغير المغطاة، اللي انت في البطاقات نوعين: بطاقات مغطاة يعني انت عندك رصيد ده بتاعك وما ينفعش تاخد اكتر من رصيدك، لو ما فيش رصيد عندك ما بتاخدش، ما بتسحبش من المكنة، او البطاقات الغير المغطاة المنتشرة دي اسمها بطاقات الفيزا غير المغطاة بالتعبير الفقهي. دي لو اشتريت بيها، اللي هو بيدي لك حتى لو عندكش رصيد، لو اشتريت بيها ذهب وفضة ده يعتبر تأجيل للمال كما قال المجمع الفقهي الإسلامي، وده برضه لا يجوز وده يعتبر من الربا. إنما لو اشتريت ببطاقات الفيزا المغطاة اللي هو ليك رصيد يا دوبك بتاع الذهب ولا بتاع الفضة هيحط في الفيزا، هينتقل الرصيد لرصيده فورا، ده يعتبر جائز ومفيهوش مشكلة. 7، تغيير العملة. هو ينفع نغير العملة؟ ينفع، بس لازم كل العملية تتم في مجلس العقد. رحت عند البنك أو الصرافة بدلت دولارات بجنيهات، لازم كل العملية تخلص وانتوا قاعدين، ما يجيش الراجل بتاع البنك يقول لك طب فوت علينا بكرة، أو أنت تقول له طب أنا هجيب لك بكرة وآخد أنا الدولارات، لا، أو العكس يعني أيا كانت العملة، لازم في نفس العقد أي تغيير عملة تتم المعاملة وانتوا قاعدين، لو اتأخرتوا بقت ربا. 8 و9 و10 دي خاصة بالفلاحين أكتر، بنقول لهم أي سلعة غذائية تتاكل طبعا وبتتوزن أو تكال، لازم لو هتبدلها من نفس السلعة يعني بلح ببلح لازم يكونوا نفس المقدار بالظبط، بس ده بلح سعودي مستورد وده بلح مصر، لازم كيلو بكيلو. طيب ما ينفعش خلاص ابيع المصري واخد الفلوس واشتري المستورد، لكن 2 كيلو مصري بواحد سعودي ده ما ينفعش، وقس على ذلك القمح والرز والكلام ده كله. 9، بيع الرطب بالتمر. طب كيلو تمر بكيلو رطب وفي نفس المجلس، ومش هنفترق الا واحنا عملنا كل اللي احنا يعني خلصنا العملية والمعاملة، يجوز لا يجوز؟ ده بقى في نهي خاص، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟
قالوا نعم. قال فلا إذا، فما ينفعش. 10، طب هبدل، مش بقى بلح ببلح، رز ببلح مثلا، برضو سلعة غذائية بتتوزن أو تكال على المذهب الراجح، ما ينفعش تبدلها بسلعة أخرى بتتوزن وتكال حتى لو مش من جنسها، بلح برز مثلا، إلا في نفس المجلس. يعني ينفع 3 كيلو رز بكيلو بلح؟ نعم، بس لازم ما تقولوش بكرة أجيب لك بقية الرز أو بكرة أجيب لك بقية البلح، لازم المعاملة تتم في نفس المجلس. دي 10 صور، منها صور شائعة جدا في مجتمعنا لازم نتخلص منها لأنها من الربا المحرم. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.